اتأخرتوا ليه النهاردة؟ يحيى كان قايل لنا إنه رايح لعمر زميله، إنما كنوز كمان اتأخرت. أيوة، ورجعوا مع بعض. كنتوا فين؟ كنا في قصر الملك زوسر. أنت من يوم الموكب وأنت بتقول حاجات غريبة. أنت بتضحك؟ الأول يحيى ودلوقتي كنوز اللي كنت بقول عليها شاطرة وبتسمع الكلام. أنتوا إيه اللي حصل لكم؟ يا ماما أصل إحنا تخيلي يا ماما إننا شفنا هرم الملك زوسر وهو بيتبني؟ يا سلام. أيوة، والناس اتلمت حوالين الملك وفضلوا يهتفوا باسمه. أول مرة ألاقيك فاكر درس تاريخ كده يا يحيى. أصل النهاردة يا ماما الأستاذ عصام حكالنا قصة الملك زوسر. المهم التأخير ده ما يحصلش تاني، وأي مكان تبقوا فيه لازم أكون عارفة.